شباب جايز كيفكم؟ سوري بمزح ما اطلع من الفيديو لسه كي ما وصلنا للموضوع. تعرفوني اوكي، انا شغلي ابحاث تيك توك. اوكي انا بشتغل ابحاث تيك توك، بضل ابحث بالتيك توك. وفي شغله من زمان بضل اشوفها بالتيك توك مش فاهمها، مش منطقيه بالنسبه لي. واليوم لقيت شخص، حتى اشخاص متخصصين بالموضوع هذا. عندنا مستر تايم متخصص تمثيل، اوكي هي طلع خلاص، بس اوكي بس حط تمثيل عنده بالبايوغرافي، الزلمه ممثل. خلينا نشوف. يلا روح بدك شيء. والله ما ضل معي وقت، تأخرت كتير، خلاص بس أرجع بأكل. يا هيك محتوى، أوكي؟ هذا المحتوى شو بسموه الأجانب؟ بسموه الـ POV، أوكي؟ الـ Point of View. إنه أنا قاعد معه، أنا اللي عم بحكي معه، عرفته؟ طيب، رح أكل كم لقمة قبل ما أروح. شو طبختي نايت؟ يا زلمة طبخ لك ملوخية بتجنن. طبختي المفضلة. يسلم إيديكي. طبختك المفضلة إندومي؟ طبخ لك ملوخية مقلب حالي. طيب اوكي، بتعرف كيف مثلا لما تيجي تمثل بفيلم لازم تروح على شيء اسمه اوديشن، اوكي انه تجارب، اوكي فبجربوا ناس وهيك، لازم يعرض مهارات التمثيل تبعته، لازم هيك يورجيك احسن مهارات تمثيل بالنسبه عنده يعني. اوكي هدول بياخذوا هذا الموضوع بيعملوه على التيك توك بس، يعني اي شيء بيعمله حيكون بحاول هيك يورجيك هيك تمثيل. اوكي شفتوا كيف اكل هيك؟ ايش بتعمل مات؟ ايش هاد؟ نسلم ايديك يا رب. يلا باي باي. اوكي انا حكيت له فيني اسالك سؤال. اوكي عملية شو؟ ليش ما بتصير بالحوار الطبيعي؟ انا اول اشي طلبت منه ياكل، بعدين فجأة قررت اعمل عملية. ما بعرف كيف اخترع السيناريو براسه. اوكي هو براسه كان بس بده يعمل سيناريو فيه اشي عملية هيك عشان يورجي الناس هيك مشاعره. اوكي خلينا نشوف شو بسوي. والله عم بستناك لانت تعملي عملية للسانك اللي صاير اطول منك. مان غير متوقع الضربة هيك. هذا المحتوى تبعه الزلمة، يعني حكيتها قبل، الناس بتستعرض مهاراتها، اوكي المواهب تبعتها، مواقع التواصل الاجتماعي، الرقص ابصر شو الرقص، يعني مع اني بكره الرقص حكيت لكم انه غير ممتع وابصر، بس يا اخي بتفهمه مقارنة بهذا. اوكي هاد غير مفهوم. طلع خليني شوف هذا. اوكي فهو عم بحط كريم بعنف كثير، اوكي وانا عم بسأل شو عم بيعمل. ماشي شو رايكم شو عم بيعمل؟ انا حاسس بحط كريم على وجهه. شو شايفه؟ عم حط كريم للوجه من اليوم ورايح. مو انت هذيك المره قلت لي صاير وشي مو حلو ما عم اعجبك؟ رح بلش حط كريمات ورح شوف رح اعجبك ولا لا. احسن، يعني لو كنت مخرج اول اشي حدور فيه بالشخص على مهاراته لما يكون بحط كريم. جد اسألوا اي مخرج بالدنيا، انا متاكد اصلا مخرجين نتفليكس هيك بكون قاعدين بحضروا تيك توك هيك. شو شايفه؟ عم حط كريم للوجه. احسنت، مثل مدرسة الروابي من اليوم ورايح. مو انت هذيك المره قلت لي صاير وشي مو حلو ما عم اعجبك؟ رح بلش حط كريمات ورح شوف رح اعجبك ولا لا. انا ما بعرف كيف بيخترع هاي السيناريوهات، ما بعرف لو هي انا اعتبر انا حبيبته، مو انه انا بدي اكون انا حبيبته بالسيناريو هذا يعني انه وانا مش عاجبني وجهه فقرر يحط كريمات على وجهه، عشان دائما لما حبيبتك ما يكون عاجبها وجهك تحط كريمات. انا كل بنت كنت احبها وما كان يعجبها وجهي ما كنت ابطل احكي معها، كنت احط كريمات على وجهي. لك هذا مو للوجه. لك هذا كريم شو؟ روح بسرعه اغسل وجهك. احكي لي هذا كريم شو؟ لك هذا مشان للشو هذا كريم شو؟ هذا مو للوجه؟ كريم شو اسمه؟ شو بده يكون؟ شوف في كريمات ايش؟ فهموا كريم شو طيب بده يكون؟ كريم شو؟ كريم سماط. اوكي، طبعا دائما بحط كريم سماط على وجهي لما حبيبتي ما تحبني عشان وجهي خرا. فانت استوعبت المحتوى العام صح؟ فهلا بس هيك بدنا نحضر شغلات، بس ننقي شغلات، بحس الشغلات بكون عليها فيوز كثير بتكون شغلات غبية صح؟ اسمعوا لدرجة معينة في مالحة. هاي كتاب اوكي تخيل عندي كتب بس كان عليه ديسكاونت عشان هيك شريته. خلينا نشوف مين بقرأ احسن انا ولا هو. طلع كيف بقرأ هو.
بيعمل، ما حد بيعمل هيك كثير. شايف ناس بيعملوا هاي الحركه اللي. اصلا ما عمري فهمتها يعني، ليش تلحس اصبعك؟ عادي تغلب وانت بتقلب الصفحه ولا تلحس اصبعك بس يعني هيك، انت مش لازم لسانك عادي. بس هو لا لا هو لازم يعمل هيك يعني. شو بكي صار لك ساعة رايحة جاي رايحة جاي؟ شوفي يا الله، كشفتني كشفتني كشفتني. أنا بضل رايح جاي أوكي، بس بضل أتفرج عليك كمان عشان كتير مخري وأنت بتقرأ كتاب. في عندي سؤال. أوكي تفضلي، شو هو السؤال؟ إيش عندي سؤال؟ هلق كيف الواحد بيعرف حاله بشع أو لا؟ شو هالسؤال هذا؟ يعني كيف الواحد بيعرف حاله بشع؟ لازم تسألي واحد يكون بشع بجاوبك. إيش؟ طب أنا مشان هيك عم أسألك أنت. لك شو اللي بتحبها؟ من وين جايبها هاي؟ زي ما بتحبك هاي، ما بتحبها. خلاص انا راح اعمل اكل لغاسل. شفت الغضب تبعه؟ يعني صراحة جد ممثل رائع صراحة، بشوفك بتمثل بداي هارد 100%. يعني جد بنصح كل مخرج بالدنيا يستعمل تيم. طيب قلبي انا نعيش في الهانة، صدقني ولا فاقني ونغيره في الحالة، هجرني وخلاني عن ابو سنجو بنزلني بتعرفه ما تتملحه. كان جد ممثل اوكي، كان قد ما محتواه كان يعني مع كامل احترامي لك محتواك مش حلو اوكي، لازم 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 هيك يحط كرزه فوق اوكي، كرزه هيك ملحه. ها ها طلع 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 حركه الملح تبعت. طيب قلبي انا نعيش في الهانه، صدقني ولا فاقني ونغيره. دايما نكون صريحين يعني، لو واحد بده يحطك بفيلم بطل. انا خفت من شو بدي خاف، بس استغربت انه جيتي بهالوقت، مالك بالعاده. لا المهم قولي لي كيف كان يومك. كمان شغله انتبهت لها، كتبوا الفيديوهات تبعته اوكي. بتعرف كيف لما تحكي مع حدا لازم يكون في اي كونتاكت، لازم تكون تطلع بعينه اوكي. طبيعي بتحكي مع حدا تطلع بعينه، خلاص هيك اداب الحوار، هي اساليب الحوار اوكي. هلا فيديوهات بتختص بانه في كميه اي كونتاكت مش مريحه ابدا. طلع طلع طلع. كيف كان يومك؟ خير. شوفي كيف كان يومك؟ خير. شوفي لسه بشوفك في احلامي. ايش الكابشن تبعه؟ انه الله يرحمك ريان. ريان كانه كان سناب شاتر مشهور، الله يرحمه توفى. تيم استاذ تيم قرر يترحم عليه بطريقته الخاصه يعني. لسه بشوفك في احلامي. انا هذا الاشي كثير عصبني كثير عصبني. جاي تترحم على واحد بتتمالح على اغنيه لهالدرجه؟ طلع التعليقات كلها ريان ابن بلدي الله يرحمك الله يرحم ريان، قاعد تتميل على أغنية، قاعد مش ترحم هاد يا أخي. أقسم بالله إنه وضعنا مزري صار. وضع لحظة أحمد الشقيري هاي أوكي، وضعنا صار مزري، وضعنا سيء جدا حاليا. تخيلوا الزمن اللي وصلنا له، واحد جاي يترحم على واحد بدل ما يروح على بيت أجر، يروح يحط له دعاء، بتميلح على أغنية السلاوي. عصبني البني آدم هاد. لا ما بتخافي منه؟ قول لي معك ليه ما عمل بي سي ار؟ هو لانه عمل بي سي ار. خلص اوكي سيبكم من الاي كونتاكت تبعه، خلص بكفي اوكي. في نوع جديد كمان عندنا، نوع ثاني من فيديوهات التمثيل، واللي بتيجي انه بكون في صوت اوكي منتشر على تيك توك، وكل حدا بعيد تمثيل الشغله اللي معموله فيه هذا الصوت هيك. انه مثلا هذا الصوت شرح عليه هي لانه لين. بتخافي من البي سي ار؟ لا ما بتخافي منه؟ لا. قول لي معك ليه ما عمل بي سي ار؟ كمان مرة بحكي انه مش عشان انتقد كل شيء، بس يعني لا ما بتخافي منه؟ لا. قول لي معك ليه ما عمل بي سي ار؟ اسمك صانع محتوى، شو عم تصنع؟ اذا كل شيء جاهز، بس لازم تحرك وجهك وتحكي. يا اخي تعون التمثيل يا اخي غريبين يا اخي. اوه اسمع، في حدا معين انا حاطه براسي. يا رب منتصف. هلو. زمان بدي اعمل فيديو عنها اوكي، مش عشان اشي. هلا سيبكم من انه قصتها مع زغلول اوكي، انا ما بتدخل اوكي ماشي، انا ما حكون خفيف بالانتقاد اوكي، بس تعال 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 تع شوفوا معي. تعال تعال تقلعت معلم. بدي كاس قهوه ساده وكاس مي بارده. ساكت قهوه كاس قهوه ساده. ليش بتمثلي؟ ليش؟ واي يا زلمه؟ قهوه ساده قهوه ساده ومي باردة. سوري زغلول، سوري زغلول، اوكي حاخذ راحتي شوي. اشوف بطنك، اشوف بطنك. وايد كبيرة. ما بقى، اسمع أنا ما حعلق، أنا بدي أعطيكم حرية التعليق يعني، أوكي؟ إيش إيش إيش؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ألو جيم، كم تو تيك ماي
father. هو مبدئيا زي ما قلت لكم صوت 10,000 حد عمل عليه، 10,000 حدا عمل على هذا الصوت. اشوف بطنك، اشوف بطنك وايد كبيرة. وبس مبدئيا كل اللي بيعملوا باخذ الصوت بحركوا ثمهم وخلاص يس انتهى شغلي لليوم. هيك تيجي يارا تفتح التلفون، اشوف بطنك وايد كبيرة. الو جيم يس خلصنا شغل لليوم جايز، نزلنا تيك توك محتوى مان صناعة محتوى. ابوك موجود؟ خلي اشوفه موجود لو لا. بابا ليش مصرة تعمل حالك بنت صغيرة؟ ليش؟ ما بعرف هذاك الزلمة القليل كان يمثل ادوار واقعية كثير يعني. حبيبتك تفوت عليك وانت بتحط كريم، حبيبتك تحكي لك تعمل عملية، دائما بتصير ما بتعمل مواقف واقعية. ابوي يقول هاي ما موجود. يقول ما موجود، وش وقت يرجع بالله؟ انا مش فاهم شيء. شوف حرام ربنا الله يعني هذا محتوى ب 2020 يعني، بس سوري كونك نزلته على النت بيستاهل انتقاد خلاص. بس هاد قبل زغلول فبقدر اخذ راحتي بالحكي. اوكي خلينا ناخذ راحتنا بالحكي. محمد انت عسل. اخ كومنتات التيك توك اخ خلاص بشوف بنت حلوه خلاص لازم احكي لك انت عسل لازم. ما اظن شافت التعليق حتى. بعدين شو جد شو لما كتبت انت عسل شو صار؟ بس يعني كومنت ايجابي ربنا الله يعني احسن من حد يكتب لك انت خرا. اسمعوا اللبنانيين سامحوني على حكي، بس اللبنانيين لما يكتبوا بالعربي انجليزي لو شو لو انت شو لو انت دكتور جامعه ما بتقدر تقراه. اوكي بدك خلص هيك. اوكي نحاول. اوكي بدك تاكلني بايدك ما في مشكل، بس ليل ضفي شو ضفير ضفي اضافر ورز ولحم والتحشك لك بيسي كفوف يا ولو ايش 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 شو بيديك بالايدين وفيكم تاكلوا بالملقعه وانا كان فيني اكل بالملقعه بس انا قررت اعيش الاكسبيرينس. انا ما بعرف ليش صرت ماسك محتوى كامل بس اوكي ماشي. بدي اشوف المحتوى الغير التمثيل. اوكي في ماء وصابون بتغسل ايده بتصير تنفخ. لا فهمت الكومنت ولا فهمت الفيديو بس ماشي. ما في حدا مرتاح، ما في حدا مبسوط، إذا واحد في عنده مشاكل ببيته مش بنطلع منفش خلقنا بالعالم. خارج نطاق المسخرة على مهاراتها بالتمثيل، بحس إنسانة هادفة صراحة يعني. وأنا جخيت اشتغلت وأسره، ما أنا كريمة. بسحب اللي حكيته. شو هاد مان؟ شو هاد؟ حدا فيكم يحضر ويحكي لي شو هاد؟ وانا جخيت اشتغلت واسره، ما انا كريمه. لك رشال والله والله من جمعنا سوا. اخي ما عمري فهمتهم. صوفيا Did you take my phone? No. بدي بحكيها كل ادوارها طفله يارا. لما يجوا نتفليكس يحضروا ما هي وظفوك اوكي بدهم اطفال جه اذن اخوتي صح كثير خلاص اوكي خلاص بكفي. مساء الخير يا جماعه. ايوه انا تخنت ولسه مش عارفه اخليكم تفرحوا بيا وما بفكرش في الجواز. اخي هذا المحتوى انه ما بيختلف من شخص لشخص، اسمها صناعه محتوى تصنع شيء. صناعة ايش معناها؟ صناعة انك تبني اشي من صفر. ما بتعمل بس بتحركوا وجهكم بس بتحركوا. عيسى اخوي الصغير عمره 10 بعملها احسن منكم كمان. شو اخرها؟ تريد مسلي المحتوى اوكي ما وجهة نظر فقط مش مسلي. يعني لما اشوف يارا بتعمل هاد بعدين اشوف هاي البنت. مساء الخير يا جماعة. ايوه انا تخنت ولسه مش عارفة. ما اختلف ما بالمرة ما اختلف. اوكي خلاص بكفي صح. اوكي يا اخوان هاد كان الفيديو لليوم عن التمثيل. اذا بتحبوا التمثيل اعملوا لايك، اذا بتحبوني اعملوا لايك. Love you guys.